يلا معانا جزر مكعبات ومعانا بطاطس مكعبات وكوسه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، الحجم بتاعهم صغير جدا. وكمان معانا زبده وزيت وملح وفلفل اسود وميه مغليه ومكعبين من المرق واتنين عدد بيضه ومعلقه كبيره تلات معالق كبار من الدقيق وكمان بصل اخضر دواير وعلبه زبادي وبوله من الكرفس المفروم. حلو كده؟ حلو كده. طيب هنقول بسم الله كده ونبدا ننزل بواحده واحده. نجيب معلقه اهو، هننزل الكوسه. طبعا ما حدش يقول لي الخضار ده في حاجات بتستوي حاجات ما بتستويش، كل الخضار بتاعنا متقطع صغير جدا فمش هياخد سوى خالص. اهو الجزر. طبعا خطوه البيض ده اختياري، اللي حابب يعملها بنفس الطريقه اللي احنا نعملها بيها دي تمام، اللي حابب يشيل البيض براحتك. دايما بقول في كل وصفاتي الاكل ده اذواق واختياري، تقدري تشيلي وتحطي منه اللي انت عايزاه. تمام بس كده حطينا كل اشيائنا، ندي تقليبه حلوه بقى كده اهو. الو يا فاطمه. الو الو ازيك؟ ايه يا فطومه؟ الو ايه يا قلبي؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك فاطمه على اسم بنتي؟ اه يعني حبيبتي وقلبي من جوه. وطي بقى التلفزيون واسمعيني من التليفون. صفاتك كلها حلوه زيك يا حبيبتي، تسلمي لي. ممكن تسمعيني بقى من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. عايزه اسال على الكيكه الاسفنجيه. كيكه الاسفنجيه، حاضر. احنا نعمل يوم بقى للكيكه ونعمل بقى فيها اللي بالبيض ومن غير بيض ونعمل فيها كل اللي انتوا عايزينه، عشان النهارده انتوا كلكم بتطلبوا الكيك. ماشي يا قلبي؟ ماشي. انت عندك كام سنه؟ عندي 16 سنه. ما شاء الله انت كبيره جميله، عقبال ما شفت قدك يا رب. ماشي يا روحي، مالكيش اي اسئله تانيه؟ لا شكرا. شكرا يا قلبي، مع الف سلامه يا فاطمه. سلام يا حبيبتي. طيب حطينا هنا الجزر، حطينا الكوسه، حطينا البطاطس المتقطعين صغير جدا. هنحط دلوقتي مع بعض البصل المتقطع صغير الاخضر ده بقى اللي هيدي ريحه حلوه جدا للوصفه. ومعانا مكعبين المرق اهو ورشه من الفلفل الاسود، تمام، ورشه ملح اهو. بس كده دي المكونات اللي هتبقى معانا. هنساوي الخضار ده دلوقتي مع بعض اهو، هنحط عليه الشوربه بتاعتك. ما فيش شوربه، هنحط ميه عادي جدا بتغلي. بسم الله. طيب ممكن ناخد من هنا افضل كده كده. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونزود كده الميه ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. اهو قلب تقليبه، نجيب كل اللي في الحواف كده في الجوانب عشان احنا بقى نغطي عليها، نخلي البخار يسويها اسرع. احنا عايزين شويه من الميه اهو. عامله بقى فرخه، تقدري تحطي الشوربه بتاعتها، سلقه لحمه تقدري تحطي الشوربه بتاعتها، بتدي طعم حلو قوي مع اللي احنا هنعمله ده. تمام. احنا بقى كده قبل اللي احنا لسه هنساوي الخضار ده زي ما قلنا، قبل ما نعمل الخطوه بتاعت بعد دي ما تستوي تماما هنعمل ايه؟ هنجمع مع بعض دلوقتي الخطوه الثانيه للشوربه قبل ما نطلع فاصل، عشان بعد ما نطلع من الفاصل هنرجع مع فقره كلنا بنستناها، ازاي نبقى بصحه جيده وازاي نبقى كويسين وما يبقاش عندنا امراض مزمنه وكمان يبقى شكلنا حلو. طيب هنجيب بوله بقى، هنجيب المضرب وهنجمع اشيائنا. هناخد الزبادي اهو، ناخد نص الكميه لان انا عايزه علبه بس مش عايزه كتير. وهاخد بقى بيضه واحده برضو. بصي انا قلت لك كل حاجه اختياري، تقدري تعملي اللي انت عايزاه، تشيلي وتحطي من الوصفه زي ما انت عايزه. تمام. انا هاخد شويه ميه هنا، في ميه هنا على الدقيق
عشان افك فيه الدقيق بتاعي. تمام، اديني ماشيه معاكم خطوه بخطوه. حطينا البيض والزبادي، تمام، وحطينا هنا ميه على الدقيق عشان نفكه اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا جايبين هنا ولا جايبين فين؟ طيب اهو نفك كده الدقيق بتاعي اللي هينزل على الشوربه اللي احنا بنسويها دلوقتي اهو. انا مش عايزه ازود ميه كتير لان احنا كده كده بس عايزين نفك زي ما قلنا الدقيق اهو. تمام، نتاكد بس ان هو ايه كله انخلط مع بعضه اهو. تمام، نشيل المعلقه دي ونقلب البيض مع الزبادي، بيض وزبادي، وهنحط شويه من البابريكا بسيطه جدا تديني بس لون حلو كده للشوربه. تمام، وهنحط شويه من الفلفل الاسود عشان البيض ونقلب اهو. شايفين بالشكل ده؟ وهنقوم نازلين بقى بالدقيق اللي احنا خلطناه مع الميه اهو. طب حد يقول لي انا مش عايز اعمل كل الكلام ده وعايز اعملها بالكريمه، اعملي كل الخطوات اللي احنا عملناها دي وجيبي معلقه كبيره من الدقيق مع معلقه كبيره من الميه ودوبيهم مع بعض مع الكريمه ونزليهم على الشوربه بعد ما تخلص، هتديكي طعم وريحه تجنن.